السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن حال ان شاء الله. اليوم جيت معاكم باش نقدم معاكم واحد الكيك اللي ساهل وكيجي رائع، والضيوف يعني رائع، وهو سميتو كيكه النمر. غادي نبداو ان شاء الله. عندي هنايا ثلاثه البيضات اللي انايا فقستهم هنايا في هذا المول هذا، ودرت هنا، وعندي نص كاس ديال الزيت، عندي نص كاس ديال الزيت. بنفس الكاس غادي ندير ربع كاس ديال الحليب، وعندي السكر، وعندي شويه الملحه. والسكر انا ما درتوش بالقياس، باش غنعطيكم القياس ان شاء الله غير بالمعلقه. وعندي هنا بيكربوناتو اللي هو بيكربونات الصوديوم، من بين الاسرار نجاح الكيك. وعندي هنايا سنيده يعني سكر الفاني او فانيلا. عندي هنا بيكنج باودر او الخمارة ديال الحلوة. وعندي هنايا كاكاو بورو يعني الشكلاط بورو. وعندي هنا الدقيق، انا ما جبتش لكم الدقيق وهذا بالقياس، غادي نعطيكم القياس غير بالمعلقة ان شاء الله. غادي نبداو. عندي هنايا ثلاثة ديال البيضات مفقوسين، وغادي ندير معاهم واحد شويه قبصه ديال الملحه، وغادي ندير معاهم السكر. انا غادي كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو انني غادي نعطيكم القياس ان شاء الله بالمعلقه. غادي ندير مع ثلاثه البيضات غادي ندير سته المعالق، ثلاثة أربعة خمسة وستة، ما غاديش نقوي حيتاش غادي ندير الشكلاط، والاخوات كل وحده على حسب الذوق ديالها، اللي ما كتبغيش كيكه حلوه اللي ما كتبغيش. دابا مني درت السكر ودرت البيض وشوي وقفصه ديال الملح، غادي نطرب هذا الشيء هذا ونرجع معاكم. ودابا بعد ما طربت هذا البيض هذا، غادي نجيب الزيت وغادي نضيف الزيت، وغادي نرجع نطرب مره اخرى. بعد ما طربت هاد الزيت وهاد الشيء، الزيت والبيض وشويه ديال السنيده والسكر، دابا غادي نضيف واحد شويه ديال البيكربوناتو، شويه يعني واحد شويه ماشي بزاف هكا، وغادي نضيف السكر، سنيده، سكر الفاني، وغادي نضيف الخمارة على الدقيق، وغادي نبدا نضيف الدقيق، غنخلط مزيان. انا عندي الدقيق البنات انه مغربل يعني منخور مغربل، وغادي نبدا نضيف شويه بشويه الحليب. مازال كيف ما لاحظتوا مازال ما درتش الحليب، خدا لي 10 المعالق من هادو ديال الدقيق اللي منخور ودرتو مع هذا. دابا عاد غادي نجيب الحليب وغادي نبدا انا كنحرك، انا كنضيف الحليب شويه بشويه، كيولي عندي هاد القوام هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ناخذ هاد الشيء، دابا شويه نتلاقاو، نحيد هاد الشيء هذا ونتلاقاو. ودابا البنات مني تخلط عندي هاد الشيء مزيان كيف ما كتشوفوا، هذا هو القوام اللي ولا عندي. غادي نجيب واحد الزلافه اخرى خاويه، وغادي نحاول نقسم فيها الخليط، غنقسمو على جوج
هكا غنخلي عندي هذا، وهذا غادي نحتفظ به هنايا جانبا. وغادي نجيب واحد المعلقه اللي غادي ناخذ جوج معالق ديال الشوكولاط، يعني الكاكاو بودره، غادي ندير جوج معالق. هذا كيكون شوكولاط حار، يعني كيف ما كتشوفوا معايا انه بورو يعني حار. وغادي نحرك هذا الشيء هذا، وكيف ما كتعرفوا انايا حضرت المول ديالي. غادي نخلط هذا الشيء مزيان هنايا حتى يتخلط مزيان ويتجانس مع بعضياته، وغادي كيف ما كتشوفوا معايا ها هو تخلط مزيان. هو وجدت المول وسخنت الفران قبل، كان نشعل الفران على 180 درجه الاخوات اللي عندهم الفرن ديال الكهرباء، واللي ما عندهمش الفرن ديال الكهرباء كدير ديال بحالي انا عندي ديال البوطه، كندير ديال البوطه، ولكن العافيه كتكون شويه سخون كنديرها مجهده حتى كيسخن وكنزلو وكنهبطها. ودابا غادي نبدا معاكم ونشوفوا مع بعضياتنا. غادي نحط هذا الشيء هنايا، وغادي نجيب المول ونجيب المول هذا ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا. قطعت لي هذا الورق هذا باش ما تلصقش معايا، خديته على هذا الشكل. غادي نجيب معلقه اخرى، وغادي نبدا ناخذ بس سمحوا لي غادي نحيد هذه المعلقه هذه باش تبقى عندي معلقه لهذا ومعلقه لهذا. عندي هنايا هاد المعلقه غنخليها لهنا، وهاد المعلقه غادي ناخذها ناخذ من هذا. غادي نجيب معلقه من هذا هنايا، وكنجيب معلقه من هذا، وكنستمر بهذه الطريقه هذه. نتوما تشوفوا معايا هكا كنوضعوا هنايا في الوسط، وغادي نجيب واحد اخر من هنا، وغادي نوضعو حتى هو في الوسط، وكنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل العجينه كامله اللي عندي. وغادي ملي نكمل العجينه غنتلاقاو. ودابا بعد ما كملت بقيت كنحط معلقه من العجينه البيضاء ومعلقه من العجينه اللي فيها الشكلاط حتى كملتها. دابا غندخلها الفران اللي عندي سخون واجد، ومن بعد ما توجد ان شاء الله غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. اهلا البنات، انا رجعت معاكم بعد ما طابت وجدات الكيكه ديالنا، غادي ودهنتها بشويه ديال العسل. غادي دابا ندير ليها شويه ديال الكوك، وكل وحده غادي تزين بالطريقه اللي تبغي والطريقه اللي تعجبها. انا غادي نزين شويه بالطريقه كل وحده تزين باللوز بالكاوكاو بالكوك اللي بغيتي كيف ما بغيتي الطريقه اللي بغيتي نتيا، على حسب الرغبه كل وحده على حسب الرغبه ديالتها. وغادي نقطعوها مع بعضياتنا، غنقطع معكم دابا راه باقا سخونه عاد جبتها من الفران باقا سخونه. غادي نقطعها معاكم وغادي نشوف واحد نشوف واحد الطريف مع بعضياتنا. بسم الله، بسم الله. هذه هي الكيكه ديالنا البنات، وهذه هي الكيكه كيكه النمر كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي رائعه وكتجي لذيذه. وهذه هي الكيكه ديالنا، نوضعوها هنايا وبالصحه والراحه. وكنتمنى انكم تعجبكم، وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه.
السلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.